السلام عليكم طلبة ستيم أليكس. الفيديو النهاردة بيتكلم عن مجموعة تولز مهمين جدا هيساعدونا في الريسيرش المطلوب مننا ان احنا نعمله الفترة دي. وزي ما احنا شايفين ان في فيديوهات كتير على القناة بقت بتتكلم باستفاضة عن الرايتنج ساينتفك ريسيرش. طب عشان نعمل الريسيرش دوت، طبعا احنا عارفين انه بياخد وقت كتير، ولما بنيجي نعمل سيرش ده بياخد وقت بيخلينا ان احنا نتأخر وفي ديدلاين وفي تسليم الريسيرش دوت. طيب ازاي نقدر ان احنا نوظف محرك البحث جوجل عشان يخدمنا في كتابة البحث بأقل تايم ممكن ان احنا نستخدمه او ناخده في ان احنا نلاقي الريسيرش اللي احنا محتاجينها وريليتد بالتايتل بتاعنا؟ هنشوف معانا مجموعة تولز هنستخدمها ونطبقها بشكل عملي معانا حالا. يعني أول تول معانا searching for title. طبعا احنا مثلا عندنا تايتل مثلا من جورنال معين، أنا مش عارف هي أنهي، مش عارف أجيبها منين. فأنا بالنسبة لي جوجل دوت هو آلة بعمل لها input لحاجة معينة، هي عشان تعمل لي output للحاجة اللي أنا عايزاها. فأنا هقول له مثلا أنت دور لي على التايتل ده في مثلا بشكل معين، يجيب لي الجورنال بتاعه. فانا لو كتبت التايتل بس لاي حاجه هيديها لي ان جنرال، مش هيجيبها لي سبيسيفيك. فانا عشان ان انا اقلل الريزلت بتاعتي، ولما هتقل الريزلت بتاعتي مش هاخد وقت في ان انا افتح كل حاجه واقعد اقرا فيها وفي الاخر ما تطلعش ريليتد او على الاقل تبقى مش سبيسيفيك. ايه اللي انا ممكن اعمله عشان ان انا اوصل للحاجه ديت على طول بخطوه سريعه؟ هنطبقها بشكل عملي. لو انا عايز ان انا اخد عنوان مقال، هكتب مثلا entitled هنا مثلا، هنكتب entitled مفيش سبيس هنا، كولن على طول بعدها على طول اسم المقال اللي عندي. سي هنا مثلا انا جبت مقال على renewable energy في tourism industry، فانا عايز اقول له ان انت تدور لي على المقال ده. لو انا انتر، هو اول result عندي ظهرت هي على طول الحاجة اللي انا دخلتها في محرك البحث، طلعت لي بالابستراكت بتاعها زي ما احنا شايفين. فكده هو قلل لي الوقت اللي انا بستخدمه اللي انا هعمل فيه سيرش، وده طبعا بيخليني ان انا اوصل للبوينت اللي انا عايزاها في وقت اقل. طيب دي اول تول، واحنا ممكن نقدر نطبقها طبعا على في السيرش بتاعنا اللي بيكون ريليتد طبعا للتايتل بتاعنا، فده هيبقى كويس. تاني تول، انا عايزة مثلا ادور على سايت داتا معينة بس في specific site. مثلا انا عندي مثلا عن البولوشن او الانرجي، عايزاها مثلا بس تكون في سايت هو ده اللي انا عايز اجيب منه بس. اعمل ايه عشان ان انا احدد واقول لجوجل دور لي في السايت دوت بس؟ هقوم عاملاله طبقها بشكل عملي. هنكتب كلمة سايت زي مثلا انا عايزة في نيويورك تايمز، عايزاه يديني حاجات عن الهيلث كير، وحددت له الدومين اللي انا هشتغل عليه نيويورك تايمز. لو شفت في الريزورس بتاعتي كلها خاصة بالنيويورك تايمز، نيويورك تايمز كلها كده. طب لو انا خاصة بحاجة بالريسيرشز دوكيومنتري، هنعمل هنا اي دي يو وندور، هتلاقي كل حاجة طالعة لي اي دي يو اي دي يو اي دي يو. يبقى انا كده بقللي، بعمل ليميت للريزورس بتاعتي، وحددت له بالظبط يدور لي فين عشان ما يبقاش عندي جوجل طبيعته لما بتيجي تديله اي كلمة بيديك وايد رينج من الريزلتس، فبيبقى عندك مجال كبير جدا تقعد تدور في ده وده لحد ما ياخد منك وقت ويدخلك في حاجة لحاجة لحد ما تتوه من البوينت اللي انت عايزه. طيب دي تول كده ممكن نطبقها برضو في الشغل بتاعنا. تول التالتة، احنا خدنا سبيسيفيك سايت معين، لا احنا عايزين المره دي بقى نوسع شويه ونخليها سيميلر ويب سايت. انا مش عايزه مثلا سيفير مثلا او ساينس دايركت بس، لا انا عايزه سيفير وساينس دايركت، وعايزه اي سايتس جورنالز تانية تجيلي مع السيرش بتاعي. طب ده اعمله ازاي؟
هعمل له related وبرضو مفيش مسافة والكولن، والويب سايت اللي انا عايزاه زي ما احنا شايفين كده ساينس دايركت، جاب لي كل السيميلر سايتس اهوت نيتشر جستور كله بقى، ولو دورنا وسيفير طبعا كده بيديكي الريليتد الويب سايت. وطبعا لازم نخلي بالنا ان مفيش اي مسافة ما بين الويب سايت وما بين كلمة ريليتد. نيجي للتول التانية. ايوه انا دلوقتي عندي فايل معين عايزة لما يجي يظهر لي في جوجل يظهر لي التايب دوت يكون يا اما بي دي اف بس يا اما وورد بس، لكن ما يظهر ليش بي دي اف وورد وباوربوينت. اعمل ايه؟ هعمل برضو بشكل عملي اطبق ده. هنتكلم مثلا عن احنا نحدده باوربوينت مثلا، ظهر لي كله باوربوينت باوربوينت باوربوينت. طب لو انا عايزة بي دي اف مش هيديني في الريزلتس حاجة تانية غير البي دي اف بي دي اف بي دي اف سؤال سؤال كده. يبقى انا كده لو انا عايزة ادور على حاجة برضو عشان اعملها specific يبقى لازم ان انا استخدم ان انا اعملها في كوتيشن وفايل تايب والكولوم مفيش مسافة، واحدد نوع الفايل اللي انا عايزه. بعد كده التول اللي عندنا الباور اوف استريسك. استريسك دي بتديني دايما في الكوتيشن لو انا مثلا عندي جملة او حاجة مقتبسها من حاجة معينة فبس نسيها ومش فاكر كلها، فالحتة الكلمة اللي انا نسيها او مش فاكراها هقوم حط عليها الاسترجز ديت عشان ان انا اقول لجوجل دور لي على الكلمة دي لان انا مش فاكرة الكلمة دي ايه. نطبقها بشكل عملي برضو زي مثلا هنقول له الاكسجين اتوم هاز مثلا انا مش عارفة ان هو 8 الكترون، فانا هكتب لجوجل كده هلاقي ان الريزلتس عندي في بولد اهوت 8، ولو نزلت كمان هيديني اكسجين والسمبل او هيديني اتوم هاز 8 الكترونز وهكذا. انت برضو تطبقها على الانفورميشن الخاصة بالتايتل بتاعك، ممكن تكون انت عارف حاجة او فاكر كوتيشن معينة متاخدة من اي سيرش ريسيرش وانت مش فاكر هي ايه، فممكن ان احنا نطبقها او هي خاصة بالكوتيشن كتير لانها بتوفر لي وقت بتديني بالظبط اللي انا عايزاه. التول التانية الكوتيشن ماركس من الحاجات المهمة جدا جدا وخصوصا في الريسيرشز، لان انا بقول لجوجل هنا ايه دور لي على الحاجة اللي موجودة ما بين الكوتيشن ماركس، يعني search in this exact order completely. بعمل نارو للريزلتس بتاعتي عشان ان انا اخلي جوجل يديني الحاجة بالظبط بنفس الترتيب بكل حاجة زي ما انا كاتباها بالظبط، فده بيديني results اقل. هنجربها حالا بشكل عملي برضو air pollution، شوفوا results هنا معايا قد ايه كتيرة 467 مليون. طب لو انا بقى عملت بالطريقة اللي انا بقول عليها نشوف الريزلتس هتبقى 70، فاحنا بنتكلم من 70 لبقت 400 وي، فاحنا بنتكلم يعني اكتر من التلتين الريزلتس عندي بتتشال معايا، فده بيخليني ما اقعدش ان انا افتح في كل حاجة واقعد اقرا فيها وهي مش ريليتد او هتوديني في نقطة تانية مش اللي انا عايزاها في الريسيرش بتاعي. التول اللي بعد كده الماينس ساين. الماينس ساين دي برضو من الحاجات اللي بتساعدني كتير وبتوفر وقت معايا كتير، احنا متفقين ان كل التول ديت عشان توفر لي وقت بس وانا بعمل السيرش. فعندي مثلا الماينس ساين ديت
دي بتعمل لي زي كأني بقول لجوجل مثلا اعمل لي اكسكلود لأي حاجة جاية بعد الماينس ساين. طب ننفذها بشكل عملي برضو عشان تبقى واضحة. زي مثلا احنا عندنا شركة ابل وفي تفاح معناتها اللي هو ابل. طيب ابل هنا هنعملها من غير فروت، بقوم عاملة مسافة بعدها علامة الماينس بعدها الكلمة اللي انا عايزة اعمل لها اكسكلود في السيرش بتاعي، هيديني هو هنا ايه؟ ابل ايفون والحاجات دي كلها خاصة بعيدة جدا عن الفروت. حتى لو احنا شلنا المسافة مثلا شوفوا هتدينا ايه؟ ابل اللي هو ايه؟ ريليتد اصلا بالحاجة دي اللي انا اصلا مش عايزاها. فدي برضو من التول اللي ممكن نستخدمها ان هي بتعمل لي ليميت للريزلتس بتاعتي. طيب التول اللي بعد كده البلاس ساين، البلاس ساين دي مش هتكلم فيها لانها هي تعتبر البديل بتاع الكوتيشن ماركس. المفروض ان انا لو انا عايزه حاجه برضو سبيسيفيك ريزلتس ممكن ان انا استخدم البلاس ساين دي فهيديني ريزلتس اقل وسبيسيفيك. فمجرد بس ان انا بقوم عامله علامه الماينس مفيش مسافه، الكلمه اللي انا عايزه ادور عليها اير بوليوشن ايا كان بس، فبيديني البحث بيبقى ادق وفي مجال اضيق من ان انا اديله من غير علامه البلاس ساين. اخر تول معانا either this or that. دي انا بقول لجوجل في دي انت دور لي على الحاجتين دولت مفيش حاجه تالته. يعني جوجل لما بتديله اي حاجه بيدور بشكل عام. طب لو انا اديته اور ما بين الحاجتين دولت فبيدور لي في الحاجتين دول وبس. هنشوف ده بشكل عملي برضو. لو انا مثلا اتكلمت عن climate change لوحدها هيديني في variety هنا في ال results عندي في climate change جبالي تبع ال United Nations ولوحدها ومع ال environment وهكذا ومع global warming. طب لو انا عايزة في جزئين اتنين بس يبقى انا هديله تحديد واقول له لا تدور لي عليها في climate change مع or ال global warming، هيدور لي في الحاجتين دول. لو شفنا ال results بتاعتنا كله في الحاجتين النقطتين دول climate change global warming في الحاجتين دول بس. لو حد بيتكلم مثلا على البلوشن مثلا له تايبس كتير وانا عايز اتكلم على حاجتين، او في الريسيرش مثلا عايز اتكلم على فايندنجز معينة وفي حاجتين مثلا والحاجة التانية ديت ممكن ان انا استخدمها تبقى في الريكومنديشن مثلا، او ان انا عايز اتكلم في نقطتين وما يدينيش ريزلتس كتير ممكن ان هي تضيع لي وقتي في حاجات مش هتبقى مرتبطة بال التوبيك اللي عندي، يبقى انا احط ما بينهم اور وفي مسافة قبل اور وبعد اور كده. التول دي برضو طبعا كل ده كان التول بالنسبة لي ان هي بتوفر لي وقتي فبتخليني اركز في البحث اكتر، لان كل ما تبقى البحث او السيرش بتاعي على طول سبيسيفيك فانا عيني دايما هتبقى جاية على الحاجة الريليتد بالموضوع بتاعي مش هتدخلني في حتة تانية بعيدة. طبعا في حاجات تانية كتير لجوجل ممكن احنا نستفيد منها في الكالكوليتر وتولز برضو في الديفينيشن، بس دي مش هتخدم معانا في الابحاث قوي. بس يعني في لو عملت سيرش برضو في حاجات كتير جوجل ده ممكن احنا نستخدمه كتير، وفي الادفانسد برضو سيرش على جوجل ودي حاجة كويسة جدا لانه حتى بيحدد لي انا عايزة كل حاجة بتكتبها بتبقى متحددة بالظبط. اخر حاجة بس هو سايت scholar.google.com. السايت ده كويس جدا في البحث بتاعنا. لو احنا كتبنا مثلا هو السايت اهوت مثلا هنكتب له عن البلوشن او نوز بلوشن، ايه اللي انا هستخدمه او هستفيد منه من scholar.google ده؟ ليه اللي مش عارفه ان هو بيديني الحاجات كلها السيتيشن، يعني اهو انا معلمه ماله ان ما يظهر ليش الداتا او ريليتد بالتوبيك اللي عندي غير لما يكون لها سايتيشن، يعني هتبقى موثقه. يعني انا هاخد وافتح الحاجات دي وانا عارفه ان هي كده تراستد. محدده له هنا التايم، احنا عارفين ان الابحاث عندنا ماكسيمم عندي 10 سنين مش اكتر من كده. ممكن ان انا اخش بحث مثلا ويكون قديم جدا واحس ان هو ريليتد جدا وضيع وقتي وانا يعني عايز البحث ده، طب ما انا من الاول اصلا ابقى محدد
الرينج بتاع الوقت اللي عندي عشان ان انا ما ادخلش ولا اشوف بحث يكون كده كده اصلا مش هاخده، حتى لو هو كويس بس خلاص هو كده كده بحث قديم، فبقوم محددة من هنا من سنة كذا لسنة مثلا اللي احنا فيه 10 سنين او اقل زي ما احنا عايزين، وبنعمل سيرش عادي فهو بيجيب لي هنا 2010 2014 2012 وهكذا. فالبحث الموقع دوت برضو ده كويس ممكن نستخدمه برضو. وبكده يبقى التولز كلها خلصت، ويارب تكونوا استفدتوا منها وان شاء الله تنفذوها وتوفر معاكم شوية في الريسيرش وتساعدكم. وشكرا.